أحسن الله إليكم. يقول يا فضيلة الشيخ، دخلت المسجد فلم أجد لي مكانا في الصف، وانتظرت مدة فلم يحضر أحد، هل أصلي منفردا خلف الصف؟ لا تصلي منفردا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الفرد خلف الصف، وأمر من رآه يصلي وحده خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة، انتظر حتى يأتي أحد، وإذا لم يأتي أحد وسلم الإمام فإنك تصلي وحدك وتكون معذورا وتؤجر على نيتك في حضورك للصلاة، لكن منعك العذر من الانضمام إلى الجماعة فتكون لك أجر من صلى مع الجماعة بالنية. نعم.